السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، أينما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت ونجيت تي في تيارة ديالنا ولله خطيكم علينا. بارك الله فيكم واحد واحد فيما كنتو داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة حتى للقويرة وجميع بقاع العالم والكرة الأرضية. كما كتشوفوا إخواني أخواتي القلوبة صافية، هي الجمعة تحطت بليصة ديالتها، الغدا إن شاء الله الرحمن الرحيم يبدا عاوتاني يوم جديد ونهار جديد ويا غادي. اليوم 74 يوم اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، دوزت لكم واحد الفيديو من هاد الجهه من المنطقه الشماليه وشرحت لكم بالضبط لي زيطاب اللي كانوا فيها كاملين، وعاود شرحت لكم في المنطقه الجنوبيه نفس العمليه ونفس الملخص اليومي، كيشمل لنا مجموعه ديال الاحداث وكيشمل لنا واحد المجموعه ديال واحد المجموعه ديال الملخص اللي كنعطيه لكم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاشغال هي غاديه تبارك الله ما شاء الله، وغادي نمشيو من هذيك لابارتي راه هي كامله، نحيدوا هذيك لابارتي راه هي قاتلنا هاد الدويرات هما اللي كدو لهم الشغل ديالهم ورجل لهم الامارات ديالهم، والله ما يسير. وهنايا كما كتشوفوا العمليه ديال التوسعه، بداو لينا بهاد لابارتي اللي من هنايا هاد العشيه كيحيدوا لينا هادو اللي من هنا واحد، وبدات العمليه ديال التوسعه من اللي راه بداو من هنا من ديك لابارتي اللي كيجي ديك المشات، ومشاو لينا من هنايا وجايين وجايين. إذا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، هاي بدات العملية تبارك الله ما شاء الله، بدنا نحيدو هادشي كاملو، فوالا كلشي غادي يتحيد إن شاء الله الرحمن الرحيم، ويتحيد هاد العود نعم أسيدي عليك، ويتحيد هاد البلانش وهاد القصدير وهاد السلوكة وهادشي كلشي غيتحيد، صافي غيمشي العكرش. ويتحيد هذاك الزرب حتى هو، وفينا هما البيروات، فينا هما البيروات والطواليطات وداك الشيء صافي طار. اذا اخواني اخواتي صافي البدايه ديال العد العكسي بدات، كما شفتوهم مجرد ما بداو لينا من هاد البلاصه غيتمو جايين طالعين طالعين معها هي من هنا مع المغرب ديال اليوم، وغيتمو جايين معها جايين معها تودروا تودروا ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي وغادي يخرجوا لنا الطريق لهنايا. هذا تبعتوا معنا عمليه ديال البناء ديال الضالو، هذا راه كيطير هابط للضالو لتحت، وهنايا مشيتوا معنا عاوتاني في العمليه. هي النتيجه خوتي الخدمه، شوف كيفاش دايره، شي مفيني دايز مزيان نعم سيدي عليك، ديال الشباب اللي كانوا معنا زوير والربعة والشباب المغاربة اللي كانوا معنا تبارك الله ما شاء الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنايا الدراري ان شاء الله وبحول الله، ها هي ليكيب ديال الاسطول ديال الشاحنات هو غادي، شوف فينا هو، ما كان غير لاطاك، كان الله يعطيك صحتك تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه لا فونتين بلو كاين حدا واحد المشروع، غادي يكون تما واحد المشروع جديد ان شاء الله غينضاف لهاد المنطقه، غادي نتعرفوا عليه مجرد ما غادي نحيدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم يتحيد لينا الزرب ويبدا لينا يبان لينا المشروع. هذا ضالو تورات تبعتوا معنا الاشغال ديالو، وشو كيفاش وصل، وهما حطوا هنا دابا الفيناليز، الشانطي غادي يطلع حتى لهنا، الشانطي غادي يطلع اخوتي حتى لهاد البلاصه هادي، هادي كلها شانطي. شو الضالو شحال غارق تبارك الله، نتوما اش كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم، انا ما كيبانش ليا كيسحب لي شكوتي ما كيبانش لكم، المهم الخبر في راسكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم هما مشاو لينا عمروا لينا دوك الجواكريه هاد القنش،
واو غادي معاه حتى الراس ليه تبارك الله ما شاء الله. هنا صافي هذا راه بقى لهم هو طراصه لهم هذيك الطراساج باش هنا يطلعوا على النيفو هذا كله غيكون رومبلي وغادي يعمروا في الشانطي باش غيبدا لينا غتبقى لينا هاد لابارتي من هنايا وما غيمشيو معاها هاد الاسبوع صافي غيحيدوها لينا ويدوزوا لنا هذيك الاخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقى عندهم هنايا تقريبا واحد شي حاجه قليله ان شاء الله. الا كانت عندك كتي عندك مثلا مقاوله وما عند... اهلا صاحبي اهلا اهلا نهار كبير هذا سير الله يسر امرك وما عندك الشارجور ما كاينش هذا راه دوره كبير عنده واحد الدور كبير هذا الجواكريه الله مصلي عليك رسول الله الجواكريه ديالنا اذا غيكون عندنا بلال غتكون عندنا العقربه بانت لي الملاكسور كاين العقربه اللي بلال غادي يكون عمار لينا هذيك لابارتي الليلي يكون عمر لينا هذيك لابارتي اللي كانوا فيها الجواكريه الصباح عندنا صحاب الزفت خليناهم كيقادو الشغل ديالهم هاكوك اذا صحاب الزفت هما كانوا خدامين وهذا الجوكر ديالنا تعرفتوا عليه سي رشيد اذا الخدامين اللي باقيين عندنا هنا يا خوتي بقى هاد لابارتي هي غيعمروها ها هي مابقى فيها والو شو هاد لابارتي مابقى ليها والو وعندنا السنسورات والدروج حتى هما راه خدامين فيهم هنا كاين عندنا دابا اللي باقي لينا خوتي نمشي نشوفو بلال شنو غيعمر لينا لهي وكاين عندنا رئيس الورشه ومدير الورشه الله يسر لهم الامور هنايا غنمشيو عند بلال هنايا ساراك شتو البارح اللي ذكرنا يعمرو فيها البارح صوبوا لنا الطبله وهو رجلوها تريكلات الامور هاكوك هنايا عندنا سيدي عليك السي مصطفى حبساتو الشادي يومين واليوم عاد الديمارا هو غادي تبارك الله ما شاء الله ها هو الامورات ديالو غاديه كيديروا العمل كيدير اول حاجه توفنا كيدير النعمه سيدي عليك الطبله كيرجل الامور ديالو اوكي صوب الشغل ديالو الله يستر ليه هاكوك ديك شمو غادي نمشيو هذيك لابارتي اللي من اللي خوتي هذيك البلاصه من اللي راهم جايين كيرجلوا فيها راه ضربوا لها المرطوب شتي ضربوا لها المرطوب وهم جايين كيسبغوا هما سبغوا ترى القنيت وهاد البلاصه عاوتاني هما مرطبوها هذا الباب ديال الاقامه غيصوبوا لهم تما شي بويب ديالهم كما كان وهاد الزويتينات وهاد الشغل تبارك الله ما شاء الله كل ما هي حاجه هنا يا خوتي كيصوبوا هذوك انتم شو اذا غيكونوا شري جماج غتكون ضوايه شو اخوتي غتكون ضوايه غيكونوا فيها شري جماج بلان واحد غيكون فيهم شري جماج اخوتي وهذا هو السنسور هذا السنسور ها هو شو صافي وقفوه نعم سيدي وداروا لي الشكالات ديالو وقفوا لي الحديد ديالو وقفوا لي الشغل ديالو هذوك الريافات تبارك الله ما شاء الله عليهم هاكوك اللي بقى لينا الجواكرية هما خدامين كيقدوا في الامورات ديالهم مشا شارجيو لنا من عمل سيدي فهادو وجيبوا المسائل ديالهم وكل حاجه بالخدمه ديالتها وكل حاجه بالشغل ديالها وكل حاجه مضبوطه تبارك الله ما شاء الله تخافش على الحريفيه تبارك الله عبارات عندهم في عينيهم تبارك الله ما شاء الله اذا معنا منير تورم منير لاباس كي داير با منير شنو كديروا اليوم واحد الفوار راه هنا هذاك الفول هو اللي غتشارجيو فيه ان شاء الله هو اللي بقى لكم دابا لا بقى لنا واحد هذاك اللي اونفاس معاه هاد الدروج هادو انا بادي فيهم غدا ان شاء الله نكول لهم غدا تكون هاد الدروج ان شاء الله وهذوك سميتها ديال الارض ما صوبش فيهاش نتوما لا نصوبو غدا ان شاء الله نصوبو ريكلو لكم الحداده ولا باقي مازال ندير لها بروبوتي غدا ان شاء الله غدا ديروا البروبوتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بشويه ما بقى قد ما فيهاش شحال في نظرك تقريبا ديال الخدمه غتبقى لكم هنايا تقريبا دابا
الضالات اللي باقا نشات لنا هنا نكوفريهم. الضالات اللي باقا تكوفريو؟ شحال تقريبا؟ سيمانه جوج ثلاثه تقريبا. مور العيد واحد جوج سيمانات. هكا غتكونوا ان شاء الله. الله يسر لك الامور. الله يسر لك الامور. اذا الاشغال اخوتي غدا مازال تمتد لنا من نهار العيد. وانتم كتشوفوا ها هما الجواكريه ديالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذا اخواني اخواتي خديتو فكره عرفتو شنو كاين عندنا. وكاين عندنا هنايا بلال كيشارجي لنا هاد الفوال وكاين معنا الجواكريه تما كاينه. اذا هادشي اللي غنقدر نقول لكم شي وجهه اخرى اللي ملي نشوفو شنو كاين. خليكم معايا خوتي حبايبي صحابي. ها هما هادوك اللي قلت لكم شنو كيدايرين. ها هما شنو كيدايرين هادو هما اللي كيصوبوهم الدراري على حسب هذيك كيحطوهم تيحطو تحت منهم هذاك تيديروهم لهذوك ديال غارد كور ديال لي غارد كور من التحت تيبقى لهم شويه ديال الريجليجات كيزيدوهم شويه ديال العود من الفوق ومن التحت كيسوديو الشغل ديالهم وكيريقلو هادشي اللي عطى الله. اذا اخواني اخواتي نهار كبير هذا نهار كبير هذا. اذا اخواني اخواتي اليوم هادشي اللي كتشتوه وعرفتوا شنو كاين وهادشي اللي عطى الله نشوفوا من اللي شنو كاين عندنا. اذا الامور كلشي كاين الحراسه الليليه. نهار كبير هذا نهار كبير هذا سير الله يسر امركم. نهار كبير هذا سير الله يسر امركم العساسه ديال الليل هذا تبارك الله عليكم الله يسر امركم. اذا اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما كان غير الله الوطن الملك ونمشيت.